استضافت الهيئة الوطنية للصحافة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في ندوة حوارية موسعة تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار. خلال الندوة تم التأكيد أن الكهرباء ملف أمن قومي شهد خلال السنوات التسع الماضية طفرة غير مسبوقة بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم زيادة 29 ألف ميجاوات إضافية للشبكة ليصل الإجمالي إلى 56 ألف ميجاوات. احنا داخلين بشدة في بناء محطات متجددة عشان لما المستثمر عاوز يجي يكتشف ان عندنا اوريدي محطات موجودة، عندنا شبكة في منتهى القوة. من ضمن الحاجات ايضا اللي حافزة جدا للاستثمار ان يبقى شبكة النقل الكهربائي بتاعها قوية جدا وفيها استابيليتي عالية قوي. في استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع لان ده من اهم قطاعات الدولة، لأنه هو القطاع المسؤول عن خطط التنمية، لأن بدون كهرباء مفيش استثمار، مفيش مصانع جديدة، مفيش استصلاح زراعي، مفيش حاجات كثيرة.